السلام عليكم. بدنا نبني علاكة مفاتيح اللي من كلها احنا محزيك. طبعا المحزيك يبقى فيه لازم كفتحة، ويبقى نكتب عليه اسم ونعمله على شكل قلب. نجيب القلب نعمل له كيسات الملامة، الطول والعرض قريب على 40 يعني بكا. طبعا احنا نقدر نكتب من كتابي الارتفاع يعني هو 10، اذا وضعت على المربع اللي فوق بين لي الارتفاع 10. هسا احنا بدنا نخليه 4، بننزل 4 من الارتفاع. هسا انا بالعجل الفارة لما بلف العجل بكرب وبرجع، انا بكربه ازيد عشان يبين اكبر. هسا هنا احنا بدنا نجيب نعمل فتحة هنا. كيف نعمل الفتحة؟ بدنا نجيب قلب ثاني. بس قبل ما نجيب القلب الثاني، اذا انتم تنتبهوا لما جبت القلب قعد على المنصة هاي، هاي اسميها منصة، قاعد عليها 100%، فيش فراغ بينها وبينها. هسا إذا جبنا القلب نحطه هنا، صعب نلائم الإشي، لازم نرفعه 4. إذا جبناه هنا عشان يجي عليها لازم نرفعه 4، وبعدين بصير خربطة. كيف نحطه هنا نجيبه هنا؟ شو بعمل أنا؟ بجيب منصة جديدة بحطها عليه على القلب، وبجيب القلب بقعد عليها على المنصة. بس هو قاعد على المنصة الجديدة. هسا هذا القلب طبعا دمره صغير، هين بدي احطه في محل صغير هنا، بزغره قدر الإمكان. شكل صغير بس ترى موجود. اذا لفيت ترى موجود، بدي اياه يبقى هنا. انا برجع هيك هسا، بضغط عليه باسهم لوحة المفاتيح، بصير نزق فيه اسهل لي الفارق. نطلع في مرة وين موجود هسا، اطلعوا شوي لفوق. خلاص هسا ليش ارتفاعه هذا؟ اذا بنضغط عليه هنا ارتفاعه 10. اذا بننزل 4 أو 5 بمرق عن القلب هذا وبنزل لتحت. خصوصا بدي اياه ينزل، باجي بضغط على هاي النقطة، بضغط عليها وبنزل. نزلت 2 3 خلص كفي هيك. اذا بدنا نطلع تحت او نازل تحت، شايفين هنا نازل، عشان لما بدنا نساوي الاشي اللي لازم هنا نفتح القلب. هسه شو بنعمل؟ نضغط عليها على القلب هذا، بنضغط على هاي شو بتعمل؟ بتخلي القلب هذا اللي هين فاضي. تعال كيف فاضي. هسه بدنا نربط الأشياء اثنين مع بعضهم، هاي وهاي لازم نربطهم. إذا نربطهنش زحنا القلب ببعدهم عن بعض. كان نربطين بهذا الشكل نعمل ونضغط هاي، يعني إنه نمزجهم مع بعض.
اربطهم في بعض هيك، صار جسم واحد. زين، اجت الفتحه، مزج جناحي، يعني حطينا القلب الصغير هين وطنا لتحت جوا، ضغطنا على هاي، عملناها، عملنا القلب اللي هين بكى فاضي، وربطناه القلب اللي هين مع القلب هذا، ربطناها مع بعض. كيف نعمل هيك؟ ونضغط على هاي، بس اذا ضبطت الربط اضغط على هاي، هيك خلصنا القلب، فتح، عملنا فتحة. هسه شو بدنا؟ بدنا نكتب الاسم هنا. باجي انا بدور على الجملة الانجليزية اللي هنا، انا شو اوريش كبل 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 كبل، لحظة شوي، بكيم انا المنصة هاي، هسه بعمل منصة جديدة ووكن، وبجيب الجملة هاي اللي هين بقعدها عليه. هسه انا طبعا بزغلها شوي ولا شي، زغرتها. هسه هنا شو بدي اساوي؟ انا بدي اكتب هاي الكلمة هنا مكتوبة هنا، شايفينها، بمحى الكلمة وبكتب اسمي، بكتب اسمي بالانجليزي طبعا، بكتبش حاليا بالعربي، بكتبش بالعبراني، في طريقة بس بدناش اياها هسه، احنا انجليزي. كتبت اسمي بالانجليزي، بس لازم ازغر. باخذها ازيحها على اليمين، بتطلع وش بلفها جاي على القلب، بجيبها لجاي شوي، بزغيرها اخرى شوي، بس شو بطلع كده هنا عالي كثير. شو بعمل انا؟ بضغط عليها، وليش بزغير من هنا؟ بزغيرها فوتها شوي لجوا، بزغيرها اخرى شوي. هسا جاهزة هنا، بس بدي اعملها ضربتن هاي مع هاي. هسا اذا جيت ضغطت على هاي، جريتها، هاي بتضل محلها، مشان كان مع بعضهم تربطهم ببعض، قصدي إذا جريت هاي على اليمين، هاي بتضل محلها هنا بهاي المنطقة، متن عن بعض. باجي بضغط على الرابط على اللي بربط، هاي ربطتهم، هسه صار عندي قلب، بقدر انزلها شوي يعني. باجي بضغط هيجا، ببطل الربط، بنزلها اخر شوي، هسه بربطها في مرة، عندي هسه الاسم مع الفتحة، ظل علي اكتب هنا اسمي، هيك بضغط على هاي، بس هاي جاهزة عشان اخذها على الطابعة واطبعها واحطها مع المفاتيح تاعتي.